تم تحويل نظام عمل الإيثيريوم، شبكة الإيثيريوم أو عملة الإيثر، من إثبات للعمل إلى إثبات للملكية. هذا يعني بالأساس أنه عملة الإيثر بطلت تعدن، ما في تعدين، وهذا بيأثر على حجم المعروض أو عدد العملات اللي موجودة في السوق حول العالم. إذا بدنا نقارنها مثلا عدد عملات الإيثر بالبيتكوين، وهون عدد عملات البيتكوين الموجودة حاليا اللي وصلت ل 91% من حجم المعروض الأكبر اللي هو 21 مليون عملة. حاليا في عنا 19.1 مليون عملة بيتكوين حول العالم، يعني لسه العدد بيزيد، وهذا راح يزيد لمدة 50-60 سنة قادمة حتى توصل لل 21 مليون. 21 مليون هو الماكسيموم يعني. نعم، عملة الإيثر هنا 122 مليون و 374 ألف، هذا العدد اللي وصل له مبارح، عدد الإيثر اللي موجود حول العالم وتوقف. عدم وجود خاصية التعدين هذا يعني أنه هذا الرقم مش راح يزيد ولكن راح يقل، لأن المؤسسين حيقوموا بحرق العملة.